طيب المرحلة اللي جاية من وجهة نظرك كيف يطور موسيماني يا خالد الفترة اللي جاية، لأنه مهم جدا المباراة القادمة. الموضوع عند هوية النادي الأهلي، وده اللي زعل الناس. يعني انا متابع جدا للناس، واكيد كلنا متابعين لردود فعل الناس، وبعض الناس وكتير من الناس كان منفعل، وانا شايف ان هو من وجهه نظري انفعال له ما يبرره. ليه له ما يبرره؟ النادي الاهلي خسر نقاط كتيره في الدوري السنه اللي فاتت، ولازم لما نيجي نحسبها من وجهه نظري ما نحسبهاش ماتش واحد بس، نحسبها هو فلسفه اتغيرت ولا لا. فلسفه موسيماني في اللعب مع الفرق الصغيره والمتوسطه هي لما بجيب جون برجع ادافع، وده حصل كتير جدا. ده خسرني نقاط في المحله، خسرني نقاط في الجونه، خسرني نقاط انا يعني مش متذكر، انما هي نفس الطريقه، اكسب واحد ارجع. ليه ارجع؟ يعني هو دايما النادي الاهلي هو اللي متحكم في زمام الامور. انا معاك في كل اللي ممكن تقوله في انك اللعيبه مفتقد عنصر كتير جدا من اللعيبه، انما لو مسكنا القايمه بتاعت اللعيبه اللي كانت بتلعب كلهم لعيبه دوليه، يعني لعيبه النادي الاهلي كانت موجوده، علي لطفي لعب دولي، محمد هاني لعب دولي، كل اللعيبه اللي بتلعب، ايمن اشرف لعيب دولي، علي معلول لعيب دولي، ديانج، السولية، ياسر، كل اللعيبه اللي موجوده لعيبه دوليه. ففكره ان انا اقول لسه بادئ موسم ده مردود عليها، فكره برضو ان انا غاب عندي لعيبه برضو مردود عليها. انا بتكلم في فلسفه، بتكلم في تفكير. هل انا ظهر هويه النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي ظهرت في الملعب؟ لا، ما ظهرتش في الملعب. تظهر في الملعب لما انا اكون انا اللي بحرك الامور، انا المتحكم في الامور، خاصه لما بلعب فريق زي ما قال الاستاذ محمد مش مصنف. فكره الاجواء والرطوبه لا وكل لا شيء، كل ده خلاص بقى، ده احنا من 1900 يعني من اول يعني بدات من الثمانينات بالكامل. الناس الناس وانا بحب يعني عايز اوجه رساله، بس خلي بالك يعني معلش دي لانها مهمه جدا، دي حقيقه، الحراره بتؤثر، الملعب بيؤثر، ولكن احنا نقصد ان احنا تعودنا، النادي الاهلي تعود، عندك خبراتك، عندك خبرات، اللي احنا بنقول خبرات، وكل اللي هو في الملعب بتؤثر وبشكل طبعا، كل اللي في الملعب مهم جدا، كل اللي في الملعب كان خبرات. بس انا عايز بس اقول للناس ان احنا بنقول الكلام ده مش عشان اقول لك موسيماني وحش، انا بقول لك سلبيات دي لابد. حضرتك سالتني سؤال، نعمل ايه علشان، مش عشان المباراه اللي جايه، انا ما عنديش شك ان النادي الاهلي هيعدي يعني، وهيبقى ان شاء الله، يعني ما عنديش شك في ده. انا عندي فكره، لا الناس قلقت لا ده يتكرر تاني في الدوري، ما اقدرش اقول للناس ما تفكرش كده، لان المفروض الناس كانت قبل الماتش ده مفكره ان هو هيحصل العكس. محتاج ان احنا نشوف ده عملي بالظبط عشان الناس تقدر تغير من وجهه نظرها. انا مش هقدر اقنع الناس اقول له طبيعي لازم اقول اقف ورا الفرقه، اقف ورا المدير الفني طبعا، بس ده طبيعي ان انا اقوله، انما عشان الراجل ده يصدقني وعشان الراجل ده يمشي معايا في نفس الاتجاه لابد انه يشوف بعينه ده في الملعب، لابد انه يشوف ان في النادي الاهلي البعبع اللي بيخوف اي فريق. طيب اللي بيجيب جون واثنين وثلاثه.